السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي برنامج ألوان. فيها اليوم الجديد وفيها أجواء صلالة الخريفية وفيها الحلقة الجميلة اللي نقدمها لكم عبر شاشة تلفزيون سلطنة عمان. مشاهدينا الكرام، في كل حلقة نقدم لكم مجموعة من انطباعات أصدقائنا الأطفال، بالإضافة إلى أننا نطرح أسئلة جديدة لإضافة معلومة لكم، وما ننسى الجولات اللي نقوم بها لنعرفكم على بعض الأماكن الجميلة، فأهلا وسهلا بالجميع. محافظة مسقط. الألعاب واجد حلوة. تردون وين؟ من مصنعاء. من مسقط. من صلالة. من عدن. من ولاية بهلة. سوق أسحار. من الجزر. ألعاب مهرجان حلوة. استمتعت في الألعاب. من السعودية. ما أعرف. ما نرمي الأوساخ في 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 الجبال. رحت المهرجان أمس لأقل الأماكن بكلها رحتها المرة الماضية. حياكم الله متابعينا الكرام من جديد، والحين معنا فقرة اقرا مع مرشد. خلونا نشوف اصدقائنا الصغار وايش اختاروا من هذه المجلة. مرحبا يا شاطر، عرفني على اسمك. عمار بن سعيد بن علي العلوي. حياك الله في صلالة، انت من وين؟ من مسقط. ويوم جيت تشاركنا في فقرة اقراء مع مرشد؟ ايوه. طيب خبرني ايش القصة اللي اخترتها؟ عبد الله والعصفور. من هذا عبد الله وايش قصته مع العصفور، ممكن تخبرني؟ ايوه تفضل. كان هناك النساء في ولاية بهلة يتجمعون في أيام العيد، فكانت هناك امرأة تحمل ولدها. أيوة. والولد الآخر تمسكه في يده. أيوة. في يدها، فرأى الولد اسمه عبد الله، فرأى ولد اسمه الوليد حاملا معه عصفور، فذهب ليأخذ العصفور. يشوفه صح؟ وبعد ذلك تاه عن أمه. وبعدين ايش صار؟ ايش صار بعدين؟ كمل القصة، تشوقت. تاه عن أمه، بعدين أمه ما حصلته؟ أجل. زين وبعدين ايش صار؟ خلاص غاب عن أمه أبدا ما حصلته، ولا حد جابه حال أمه؟ حد جاوى حال أمه. كيف؟ حكي لي يلا كيف. ذهب ليأخذ العصفور وتاه عن أمه في بلد بعيد صح؟ بعد أقول لي وش صار لما غاب عن أمه، تاه في بلد بعيد، إيش بعدين صار؟ وجدته امرأة. أيوة. وقادته إلى أمه. وأمه بعدين فرحت؟
أجل. إيش خبرني كمل؟ لكنها غضبت منه لأنه أخذ العصفور وذهب به في مكان بعيد. وبخته صح؟ أجل. بس هو تعلم شيء من هذه القصة اللي صارت له صح؟ أجل. إيش تعلم؟ تعلم إنه ما يأخذ أغراض الناس وما يروح مكان بعيد. ولما أمه تقول له شيء يسمع كلام أمه صح؟ صح. وأنت إيش تعلمت من غير هذه الأشياء؟ إيش تعلمت من القصة؟ إن لازم الواحد ما يترك أمه يجلس معاها. يعني لما يكون في مكان زحمة أو مكان مفتوح لازم نجلس عند أهلنا عشان ما نغيب صح؟ مرحبا يا شاطر، عرفني على اسمك. سعيد محمد كتبوك. والنعم، من وين يا سعيد؟ صغالة. واليوم جيت تشاركنا في فقرة اقرأ مع مرشد صحيح؟ صحيح. طيب خبرني وش قريت؟ عن الوعل. قصة ولا معلومة؟ معلومة. إنزين، ممكن تفيدني بعض المعلومات وتعطيني إياها؟ استفدت أنه يعيش في مرتفعات بلاد نعمة، وأن وزنه حوالي 50 كيلوغرام، فقد يصل ارتفاعه إلى حوالي 60 سنتيمتر عند الكتفين. استفدت أن الوعل يتواجد في جبال المرتفعة ترتفع 2000 متر فوق سطح البحر. استفدت أن حمل أنثى من 40 إلى 100، من 140 إلى 145. استفدت أن الوعول العربية من الثدييات النادرة في العالم. من الثدييات النادرة؟ نعم. إيش يعني نادرة؟ يعني ما فيها كثير في العالم. زين، بما أن عمان فيها نسبة من حيوان الوعل ويوجد في الجبال، كيف نحن ممكن نحافظ على تواجد هذا الكائن في السلطنة؟ سوي محميات ولافتات ونقل على الناس أن ما يصيدون الوعل. يعني نحط في اللافتة أن الناس ما يصيد الوعل صحيح؟ مرحبا يا شاطرة، عارفين على اسمك؟ وجدان سليم المطيري. حيا الله وجدان. وجدان من وين؟ من عبري. واليوم جيتي تشاركينا في فقرة اقرأ مع مرشد؟ نعم. إذا خبريني وش قريتي في المجلة؟ مغامرات مرشد. وش عنوانها الثانوي القصة؟ الفراهيدي. زين، من هذا الفراهيدي؟ أول مرة اسمع عنه، خبريني عنه شوي. الخليل بن أحمد الفراهيدي ولد عام 100 هجري في عمان، ثم انتقل إلى البصرة حيث التقى علوم اللغة العربية على يد كبار علمائها، حتى في اللغة نبوغا منتق. عادي، خبريني المعلومات الثانية اللي كتبتيها من غير هذه المعلومة. يعني الخليل بن أحمد الفراهيدي ولد في عمان عام 100 للهجرة، وهو أحد العلماء في اللغة العربية صحيح؟ نعم. زين، هو اختص في علم إيش؟ اخترع علم إيش هذا العلم؟ حكي لي عنه شوي. علم العروض. وش هذا علم العروض؟ وش يعني؟ عن وش تحدث؟ الذي وضعه الفراهيدي. إذا خبريني علم العروض الويش؟ في النحو ولا في البلاغة ولا في الشعر ولا الأناشيد؟ أنا ما أعرف. في الشعر. كيف يستخدموه في الشعر؟ يعني في الأبيات الشعرية صح؟ صح. يعني يستخدموه كتقطيع، ذكرت صح؟ صح. زين، تعرفي بعض أنواع البحور ولا بعدك ما خلصت تقري القصة؟ بعدني. وبعدين بتخبريني بعض الأنواع عن البحور؟ نعم. عندك بحر الرمل، الرجز، الطويل. ما بخرب عليك المفاجأة، اقري القصة للنهاية وبعدين انت تعالي وخبريني بعض البحور. طيب متابعينا، انتهت فقرة اقرأ مع مرشد لليوم، وما ننسى كل طفل شارك معنا في هذه الفقرة له اشتراك لمدة سنة كاملة من مجلة مرشد. فاصل ونواصل.
سعدتم مساءنا أصدقاء الصغار، ويا مرحبا بكم أطفالنا الحلوين في هالجولة. كما عودناكم مقابلاتنا مستمرة وبشكل يومي في مهرجان صلالة السياحي، نتعرف على أصدقاء جدد، ناخذ انطباعاتهم حول الأماكن السياحية اللي زاروها وأيضا في المهرجان، فنتمنى للجميع مشاهدة ممتعة. يلا مساء الخير، عرفيني على اسمك. سلمى داود. سلمى؟ سلمى اسمك سلمى؟ داود. سلمى داود اسمك جميل، وانتي؟ اسمي آية داود. يا أهلا وسهلا فيكم، انتم من وين؟ من اليمن. من اليمن؟ صار لكم فترة طويلة في صلالة؟ كم جيتوا في صلالة؟ كم جلستوا؟ كم يوم؟ 3 أيام. 3 أيام؟ وين رحتوا؟ تمشيتوا؟ وين تمشيتوا؟ وين تمشيتوا خبريني؟ كنا نروح من جبل لجبل، مشي كل مكان. ها تمشيتوا في الجبل؟ حلوة الأجواء هناك؟ طيب إيش خبرونا، إيش سويتوا في صلالة؟ ما سوينا شيء. خبريني إيش اللي يعجبك في صلالة؟ أحلى مكان تحبينه؟ أحلى مكان في صلالة الجبل. تحبي الجبل؟ ليش تحبي الجبل؟ بس أشوف كذا يمشي داخل الجبل حصان، هذا نركب. تحبي تركب الحصان؟ تستمتعين هناك؟ أيوة. وبعد إيش اللي تستمتعي فيه في صلالة؟ خلاص ما في استعمل في صلالة. طيب كيف شفتي المهرجان، حلو؟ إيش أحلى شيء في المهرجان؟ إيش أحلى حاجة في المهرجان؟ أحلى هذا المسرح. تحبي المسرح؟ أي مسرح؟ مسرح الطفول. مسرح الطفل، رحتي ولا بعد؟ رحت منذ أمس. فزتي فيه ولا ما فزتي؟ ما فزت. ما رحتي الألعاب؟ ما رحت. ليش ما رحتي الألعاب؟ أنا ما أحب الألعاب. أنا وردة بيضاء شكلي جميل، يا محلى جمالي لما الأمين. يا أطفال يا حلوين اشربوا الحليب، والصحة والقوة اسأل الطبيب. ويا مرحبا بك يا شاطر، عرفنا عن نفسك. براء. براء اسمك جميل، من وين؟ من نزوة. طيب نزوة تنضم لأي محافظة؟ من داخلية. صح؟ طيب خبرنا متى جيت صلالة؟ يوم الاثنين. يوم الاثنين؟ أكيد تمشيتوا في صلالة صح؟ مشينا. وين تمشيتوا؟ مهرجان. مساء الخير. خير. كيفك؟ خير الحمد. كنت تعرفين عن نفسك؟ نعم. عرفين عن نفسك؟ أنا اسمي سبا بنت مالك بنت سعيد علوية. سبا؟ والنعم فيش، من وين؟ من حي التراث. يا أهلا وسهلا. سبا وين تمشيتي في صلالة؟ عجبتني واجد. طيب وين تمشيتي فيها؟ رحت عين رحت كلية العيون، وتمشيت على الجبال، ورحت على الشاطئ وكل شيء، وتمرحت بصلالة أكثر شيء. ونواصل مع فقرة اللقاءات، نتعرف عليك. فاطمة السوداء. والنعم من وين؟ من ولاية شريم وجزر الحلانيات. يا أهلا وسهلا، أكيد جاية صلالة زيارة صح؟ أها. طيب خبريني كيف شفتي صلالة؟ حلوة جميلة. إيش الأماكن اللي تحبيها في صلالة؟ حديقة الديناصورات، وأكثر شيء المهرجان. حديقة الديناصورات اللي هو في سهل إيتين صح؟ أيوة. وإيش اللي يعجبك في المهرجان؟ أكثر شيء أدخل المسرح وأتشوف. أي مسارح؟ مثلا مسرح الخداع أو أي شيء، وأدخل الخيمة وألعب وألعب الألعاب. وش اسمك؟ بالعرب. كم عمرك؟ 8 سنين. انزين
أنا سمعت أن عمرك ما 8 سنين، عمرك 0، صح ولا خطأ؟ خطأ. كيف كذا أنا عرفت أن عمرك 0؟ أنا عمري 8 سنين. انزل انزل، وش هذا المكان؟ المخسر. كيف عرفت؟ من ابوي خبر. اعرف من قبل. من ابوي خبر. لا عادي. انزين، انا سمعت ان هذا المكان اسمه ما بالمغسل. انزين، كيف عرفت انه ما بالمغسل؟ سمعت. وش اسم هذا المكان؟ ما اسمه المغسل؟ صح، اسمه المغسل. كيف عرفت؟ مخبر من قبل. لا، ما اسمه المغسل. صح، اسمه المغسل. انزين، بخبرك سؤال، تسمح لي ولا لا؟ اسمح لك. انزين، بخبرك ويش الفرق من بين السنورة والكلب؟ تفعل الكاميرا. الكلب يطير، يسبح، يمشي. وش؟ يمشي. كيف عرفت اني يمشي؟ اعرف. زين، سنورة تسبح؟ لا. تخاف من الماي؟ كيف ما تخاف من الماي؟ تخاف. صح. علش قلتي لي لا؟ ها؟ غلط. لا، أنا ما يعيبني حد يغلط. أنا عندي قانون، اللي يغلط في سؤالي أروح عنه. زين، روحي عادي. زين، يلا مع السلامة. بسألك سؤال ثاني، تسمح لي ولا لا؟ لكن لا تغلط فيه. أسمح لك. إيش تسمح لي؟ بس. إيش ما تسمح لي؟ أسمح لك، أنا ما قلت ما أسمح لك. لا، قلت. أنت غلطانة. متى غلطانة؟ أنا قلت أسمح لك. خبروني، أنا غلطانة؟ غلطانة. متى غلط؟ الحين. لا، ما غلط. غلطتي. ما غلط. مين خبرك إني غلط؟ أنا تروحي أسمع. لا، ما أنا شفتك إن ما عندك أذن. معي. كيف بسمع؟ عيونك صح؟ عيوني تسمع عيوني ولا تنظر؟ لا، ذكرت الحين. زين، شعرك هو اللي يسمع صح؟ ولا أسنانك ولا أنفك ولا خدودك ولا رموشك؟ شعري ما يسمع شعري. انزين، بسألك سؤال ثاني. زين؟ زين. اسمح لي؟ اسمح لك. قول. ما اسمح لي. بسمح لك. خلاص، ما بسألك. تقدر تعد لي من 10 للـ1 بالانجليزي؟ يلا عد لي. 1 2 3. لا، بالمقلوب. مثلا 10 9 8 7 كذا. 10 9 بالانجليزي. بعدين صبر، صف كم انت؟ اروح 3. ما شاء الله،
زين، تعرف أنا بروح صف كم؟ لا. كيف ما تعرف؟ كل حد يعرف. مو كل حد، احنا ساكنين عندك. حتى الكاميرا تعرف. الكاميرا ما تخرب. ايش دراك؟ ما تخرب الكاميرا. لا لا، ايش دراك؟ من خبرك انها ما تخرب؟ الكاميرا بس تصور ما تخرب. لا لا، الحين عرفت انها تتكلم. ما تتكلم اكيد، ما تتكلم. لا لا تتكلم. ما تتكلم. زين، من الساعة اكلمك؟ صح الكاميرا؟ مين قال لك؟ بالعرب شوفني، بالعرب شوفني. ما حد قال. ما حد قال لك؟ لا لا، قالوا لك. من قال لي؟ الكاميرا بعد من؟ ما تخرب الكاميرا. ما سمعت من ساعة؟ ما سمعت. صح تتكلم أنت؟ أكيد ما تخرب. تخربت؟ ما تخربت. صح تتكلم أنت؟ شفتيها ترد عليك؟ أيوة، هزت راسها. هي مخيلة ما تبغى تتكلم. تكلمي تكلمي، لا تخيلي. تكلمي يا الكاميرا، ما تريدي تتكلمي؟ انزين، شفت قاسة تسوي لك كذي وكذيها. وشكرا، باي. انا ما شفتها تتحرك. شفتها؟ ما شفتها. انزين خلاص، مع السلامة. مرحبا، عارفيني على اسمك؟ اسمي شهد بنت محمد بن ناصر الكندي. والنعم، وانت شو اسمك يا حلوة؟ هبة بنت محمد ناصر الكندي. والشاطر اللي معانا شو اسمه؟ ناصر محمد بن ناصر الكندي. من وين انت؟ وشوفوا على الكاميرا وخبريني من وين. من محافظة جنوب الباطنة ببركة. حياكم الله في صلالة، متى جيتوا إلى صلالة؟ يوم السبت. قضيت وقت ممتع؟ نعم. خبرني، لعبت ولا بعدك؟ لعبت. وايد ألعاب لعبت؟ لا شوية. وناوي تكمل تلعب؟ لا خلاص، بس اكتفيت. ها؟ لا. زين عادي، الحين أسأل أختك سؤال. فاري، شوفي على الكاميرا صديقتي، والحين بسألك سؤال وأتمنى تعرف الإجابة. طيب؟ طيب؟ طيب. أين يقع حصن الحزم؟ في ولاية الرستاق. في وين؟ الرستاق الحزم. متأكدة؟ إجابتها صح؟ نزوة. ها؟ كيف أشوف بين إجابتين وين الصح وين الغلط؟ يلا. في ولاية الرستاق. إنزين، رستاق لأي محافظة تتبع؟ جنوب الباطنة. ها؟ كيف رستاق جنوب الباطنة؟ إيه. وش الداخلية؟ خلاص تثبت؟ إيه. زين عاد نقول لحال أختك إجابتها صح ولا غلط؟ إيه. أقولها صح؟ مش غلط؟ خلاص تثبت الرستاق. يعني انتي خسرتي، اختك طلعت صح. ها؟ رستاق. واجابتك اجابة صحيحة، وهذه جائزة مقدمة من منتزه اتينا لاند، عبارة عن قسائم العاب. تفضلوا. وبالاضافة الى جائزة مقدمة من شركة صالون ميثانول، وعبارة عن قسيمة شراء. تفضلي. أحبائي متابعي برنامج ألوان، لكل من حاب أن يشاركنا موهبة، هواية، أو حتى فن من الفنون العمانية، أو حتى حاب يقدم لنا اقتراح يفيد البرنامج، ما عليه إلا أن يتواصل معنا عبر الهاشتاج ألوان _ صلالة. انتهت حلقتنا لليوم، بعدما قضينا وقتا جميلا مع بعضنا البعض. نلتقي بكم غدا بإذن الله، وإلى اللقاء.